اسمعي صراحة من الخبر، نعمل في البيت هذا على أرض البرك. المعاناة مع الاحتلال مش أول مرة، أول مرة كانت لما عقدنا الطابق الثاني حجزنا المشيفة شهر وأعطونا إخطار ممنوع تكمل بنا، ورحنا صدقنا ورقة من المحكمة من عنا إن إحنا بدناش نكمل بنا عشان نقدر نكمل في العمار. فاليوم أجوا على الشباب هم قاعدين بيشتغلوا بنعمر في البناية، قالوا الممنوع التراكتر ممنوع العدة، بدنا ناخذهن ونحجز شو، وإذا في أي واحد معه تصريح بدنا نسحب له تصريح إذا بتجيش تسلموا العدة. وصدروا المعدات، نعم عدة الشغل، الكونغو، الفيبر، التراكتر اللي بكون يشتغلوا فيه دخلوا فيه سمسم، ما خلوش شيء. أجينا هنا بقول له شو في، أنتوا دائما يعني بنبقى مكدمين لك الأوراق وموجودات في بيت لحم الأوراق وفي بيت عيل الأوراق، شو المشكلة عندي؟ قال لي المشكلة إنك أنت ممنوع تشتغل. قلت له بني يوسف انت بتمنعني ان انا اشتغل هان، انت لك عندي هان انت منك تمنعني، في السلطه عندي هان واخذت منها اما قرار ان انا اقدر ابني، انت على انه اساس تمنعني؟ قال لي انا بمنعك لانه في قرار من المحكمه في بيت ايل من المستوطنين الزعران ان انا بحجب عنهم رؤيه البرك في البناء. فاليوم بكل اي خطوه بتمشيها انت في البناء ان يعني على طول احنا بنقدم تقرير انه يجي يسوي لك هدم فيها. وانا قلت طبيعه الحال مش راح استنى، راح اظل شغال وان شاء الله ان الشهر الجاي ببقى قاعد فيها عشان يعني ما تاخذش القصه معي وفي الوقت، وان شاء الله انا صامدين في النهايه، والمفروض ان المؤسسات هي اللي تتابعنا وتشوف شو بتقدر انها تساعدنا. هلا انا بنحط احنا صب جلنا في ان نعمر الدار ونقعد فيها ان شاء الله الشهر هذا، نقدرش نخليها اشتغل شو ضمنها هي فاضيه، هذا بتبقى معرضه للهدم اكثر واحنا قاعدين فيها ان شاء الله انها اقوى، وان شاء الله انا راح نقعد فيها.